السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أيوب. يعدي وقت ما طلعت فيديوهات. اليوم حبيت ندخل معكم بطول في الموضوع، حابين نشوف واحد التكنيك يعني ورك فلو في هذا بروجيكت تسموه مايكروسوفت أوفيس هاب 2.0 فرنسي عربية خلط. المهم راح نبدأ الفيديو، خلينا نشوفه مع بعضنا الفيديو. هذا الجزء نخدمه، هذا نشوف هذا الجزء نخدمه. دوك نوريكم التكنيك كيفاش. انا استعملت ال CSR 26. اول حاجه نجيبو بلان، دقيقه برك، جيبوا بلان نديروها مثلا 60 45، مثلا هنا 25 30، هنا 25 مثلا، هكذا ولا ان بي كما هاك. بعد نديروا كلونا شنو نديروا هنايا، نديروا لينير، هنا نديروا واحد 10 وهنا نديروا واحد. هذه نديروا لها هذه العفسه هكذا نخرجوها، وهذه نديروا لها هكذا نسموها، هذه نمحوها نخبوها. باش نديروا فيكس ونزيد نديروا دوبليكيت نسموها موب. دوك نوريكم علاه درنا هذه الموب. فيكس نخلو عليها صح، الموب هذه نخبوها، نخبو الفيكس. موب نديروا لها فراكتور هذه الت، دير الت وكليكي تخرج تلقائيا كما هكا صح. هذا شنو نديروا لها، نديروا لها موغراف، نديروا الاخرى ها يا ربي بلين نديروا واحد تسموها واحد الايفكت تسموه ستاب. هذه كي نشوفوها تلقاها راح تسعر واحد هنايا الفاكتور، اروح هنا دير هذه اوكي. شفتوا كيفاش هذه بلان شنو نديروا، اروح للستاب نديروا لها وراها نديروا لها كورف، هذه كورف هذه واش خدمتها. دوك نوريك، شوف نحرك هذه شوف كيفاه تهبط، وهذه الفوقانية تحكم عليها فوقانية كما هاك مثلا اوكي، مثلا حاجة كما هاك تحب دير، تحب تنقص فيها، تحب هنا تزيد دير كونترول، تحب تزيد دير شوية افكتات كما هاك. مثلا هذه نجيبوها هكذا مثلا على سبيل المثال. هنايا واحد البلان نديرو هنا، نديرو 120، نديرو 120 هكذا 120 بلان. نديرو واحد الانيميشن هذه تاع كما هنا، شوفوا هذا نديرو هذه الحركة مثلا على سبيل المثال. انا نحب ديما في الموشن جرافيك ندير 25 FPS اوكي. نديرو 100 هنايا، نديرو 0 هكذا واحد 25 فريم، نديروها 100، نزيد واحد حتى 60، نديرو هذه وهذه نديرو 10، نديرو هذا الانيميشن. نشوفو الانيميشن اش درناه هكذا رانا متفاهمين صح. دوك شنو نديرو، نديرو واحد الخدمة نديروها، هذه نديرو لها واحد التأثير يسموها كلوث، هذه كلوث. قدمنا نبدا كلوث نروح بروجيكت، نروح سيميليشن نديرو لها، نديرو جرافيتي نديروها صفر، على خاطر لا درتها صفر كي ندير الحركة ما تتحركش، تبقى في الجرافيتي، تبقى الجاذبية تبقى في روح. لو كان ندير 900 هذه الورقات يطلعوا اوكي صح. نزيد واحد التأثير سموه ورا هذه كلو، هذه ما نقدرش فيها على هذه الانيميشن، ما نقدرش نتحكم فيها، لازم ندير لها كونكت، نجيبو كونكت هنايا ونديرو هذه هكذا اوكي.
من بعدش هذه نهبطوا لها كونكت، عشان نجيبوها هكذا ونديروا لها سيت. اوكي عشان نشوف نمحو هذه نشوف واش اللي درنا. هكذا سيت نديروا 0.5 مثلا هذه ما هكذا. كاين واحد الحاجه غلطنا فيها اللورا صح، انا كيما هكا راه الناس ما صحاح. ندير السيت ندير هكذا اوكي. دوكي نحس ندير مثلا تشوف تشوف هذه تشوف هذا الانيميشن تشوف هكا اللي دايره وهذه تطلع وتهبط. احسن دوك نديرو يا ربي شنو راح ندير. هذه درتها افاكت صح، خلينا ندير هذا المشكل ندير انيبل وهذه ندير لها هذه نديروها اكسبورت مثلا نسمي اكسبورت ارت صح. نمحي هذه نمحيها ورا هذه نمحيها هذه نمحيها هكذا ونخلي هذه هذه نديرها واحد نديرها واحد التاثير سموها باسموث هذه نديرها بوينت دير تاغ امحي هذه وهبط هذه هنا عليه هبطت ب هذه الحركه تاثر على هذه. شوفوا شنو درنا هنا شوفوا هكذا صار لو كان هبط شتو حسنا هذه نمحيها هكذا اخر هاي شتو الله نرجع الصفر هكذا. شنو نديرو دوكي نرجعوا لهذا هذا المشكل. شنو نديرو هذه ندير لها هذه اكسبورت هكذا في نفس الوقت نجي هنايا ورا هذه مرة استغفر الله يا ربي نمحي هذه ونفتح هذه ندير هذه نضغط عليها كيما هاك ومن بعد ندير سيت دوك تخرج الصفراء شتو هذه علاه درت هذه بس راح عندها نفس النقاط مع هذه شغل المربعات مع هذه. كنت مثلا كنت تطلع هذه في نفس الوقت تأثر على هذه وهذه عاد التأثير تاع هذا فهمتوها دائما فهمتوش والله حاجة ابعث لي في الخاص ونفهمكم مليح. الله نديرو هذه نمحو هكذا شوف شو درنا دوكي عاصرنا نشوفو نمحو هذه نديرها يا ربي هذه تاق هذه دراو شوف شو درنا هكذا هذه نديروها مثلا 5 شوف شنو درنا الله هذه نديروها الحركه هذه عندي دول شوف ندير لها روتيشن هكذا شتو هذه ندير لها شويه روتيشن هكذا هكذا نجدو هنا نلعبو عليه واحد القيمة مثلا هذي نديروها 20 هذي نديروها ورا بروجيكت نديروها 20 نديروها 10 ايوا هذي نديروها 15 10 هذي 1.5 ندير 0.5 هذي نديروها 5 تشوف 10 20 اوكي اندور صح. هذي دوك ندير لها واحد التأثير
هادي ديرها كما سيلكس على النقاط كامل، اروح سات هكذا دير زيرو، هروح هنايا ندير اسبيل امحي هذه ودير سبير، ورا سبير نديرو مثلا سبير هاي نوا سبير، نجيبو هذه هكذا هكذا، هذه نجيبوها شوية هكذا، زدنا على واحد القيمة تاع هذه هكذا هكذا صح. هذه اروح تشوفي هذه به تأثر لي على برك على الدوائرة هذه، ندير لها هذه نهبطها هكذا. شوف شنو ندير نضك، شوف هكذا شتوها حسن، نهبطو هنا نديرو 35، نلعبو هنا على واحد القيمة هذي، ورا نديرو مثلا نديرو 10، نديرو 35، وهنا نديرو 10 مثلا هكذا صح. هادي نديروها واحد مثلا هادي واحد، الله هكذا اوكي. هنشوفو كم هاك اوكي، مثلا حاجة كيما هاك، هذا الروتيشن نديروها روتيشن نديروها صفر، نجربو نديرو صفر هكذا هكذا، على سبيل المثال حاجة كيما هاك. نزيد نلعبو على مثلا الكو وراها هذه، نديرو فيد نديرو كورف كورف، هذه نزيد نلعبو عليها شوية هكذا، نزيد شوية هكذا هكذا. شتوها تقدر تبدل هنا، تقدر تزيد، تحب دير تحب دير كما هنا نقولو، ندير مثلا لينير لينير هكذا، شتو هادي اللينير هكذا، زيد دينو اللينير حتى اخرى اير اللورو هكذا، هادي نديروها سبسكرايب موتوبلاي، نديرو مثلا الماكس هكذا، نشوفو شوفها خرجت، تو شوفها خرجت مثلا هنا، تلعب على هذا القيمة مثلا هكذا، تزيدها هكذا وهذه تزيدها ورا هذه تزيدها شوية، يعني عندك بزاف كونترول، شتاها عندك بزاف كونترول على هذي هكذا، مثلا تجيبها لهون وهذه تجيبها لهون شوية هكذا، شفتوا كنترول عندك بزاف صح. نزوق نزيدو واحد ال نزيدو واحد التأثير، نديرو لا هنا سيميليشن، نجيبو مثلا جيبو هكذا، نديرو نحمي هاد نخفيهم، هذه نديرو مثلا لينير، نديرو اكس هكذا، هبطوها شوية هكذا، نطلعوها يعني عندك الكنترول بزاف. المهم انا وريتك التقنيه وانت تختار يعني من بعد كيف. الله هذه هكذا هكذا، وهذه نديروها مثلا خمس، نديرها ثلاثة، وهذه 100 و 150، نشوف شنو درنا مثلا هكذا هكذا صح. دوك نديرو مثلا كاش باش انتظر شوية، انتظر الله نشوف شنو درنا
اوكي، على سبيل المثال هكذا. وعندك يعني كنترول، يعني انت هنا تقدر تتحكم في الكورب، هنايا هذه يعني تتحكم هنا. عندك هنا يعني تشوف قديش تحب تديرها هنا، مثلا تحب تدير تطلعها تهبطها هون، يعني عندك بزاف اختيارات. المهم انا وريتك التقنية، ثم نختار هذا اللي ورا الكلاس هكذا، نديرو 0.5، وهذا نديرو صفر صفر، نديرو مثلا هذه واحد واحد مثلا على سبيل المثال، نشوفه هكذا. ان شاء الله استفدتوا من هذا الدرس. نتلاقاو في درس قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.